دولار من السعودية إلى مصر خلال أيام. طيب إيه لغاية ما نشوف هنقدر نوصل لحد علشان نتأكد من هذا الخبر ولا لأ. خلينا أرحب مرة تاني بضيفي الأستاذ أحمد كمال. أستاذ أحمد، ارتفاع الدولار على طول ارتفاع أسعار، ارتفاع الأسعار إلى أين؟ في البداية طبعا ملف ارتفاع الأسعار هو ملف يعني تاريخي شوية، يعني هو مش وليد اللحظة ان في صحينا الصبح فجأة لقينا الأسعار ارتفعت. لو حضرتك تلاحظي ان معظم الحكومات المتعاقبة كان بتواجهها أزمة، وهي أزمة ارتفاع الأسعار. بالإضافة ان في شعور عند السواد الأعظم من المواطنين ان لما بتسأله يعني سؤال لما بننزل الشارع أخبار الأسعار إيه، يقولك الأسعار ارتفعت. طب أسعار إيه اللي ارتفعت؟ يقولك كل حاجة. فلما بنوصل معاه في التحليل بنلاقي ان هو بيقصد سلعة او اتنين على الاكثر ده قبل كده وفي الوقت الحالي. في الوقت الحالي بتوصل من كلامه بعد ما تضاهي كلامه بنقعد نتكلم معاه بالواقع بتلاقيه سلعتين. بوصل معاه بالتحليل انا بسأله اي سلعة ارتفعت؟ بيقول لك كل حاجة. تمام. طب حضرتك ايه كنت بتجيب كام؟ ايه بكام؟ وكنت بقيت تجيبه دلوقتي بكام؟ اقول لك لا مش فاكر، هو كل حاجه ارتفعت وخلاص. المدخل ده بقول لحضرتك ان في شعور عام ان الاسعار مرتفعه. الشعور يا فندم ده واقع. وفي واقع ما اقدرش انكره طبعا، ما حدش يقدر ينكره، ولكن تعاملنا ازاي مع الواقع ده؟ او ايه دور وزاره التموين والتجاره الداخليه في ظل هذه التحديات؟ تمام. يعني اقدر اقول لحضرتك ان وزاره التموين والتجاره الداخليه اتخذت مجموعه من الاجراءات الاحترازيه او التدابير الوقائيه اللي بتجنبنا ارتفاع الاسعار في المنافذ اللي خاصه بوزاره التموين. ايه المنافذ اللي خاصه بوزاره التموين برضو عشان ابقى محدد؟ احنا عندنا ما يقرب من 27 الف بقال تمويني على مستوى الجمهوريه. لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دول بيصرفوا سلع نقاط الخبز وسلع التموين. تمام. صرفوا بقد ايه؟ لحد امبارح صباحا كان مصروف من التموين فقط 850 مليون جنيه. 15 مليون أسرة صرفت التموين. عدد الأفراد المستفيدين 50 مليون مواطن صرفوا. ده فيما يخص التموين، وما زال مستمر حتى آخر الشهر اللي هو يوم 31/7. تمام. بالنسبة لنقاط الخبز، المواطنين صرفوا من يوم 1 لحد يوم 20 ما يقرب من 495 مليون جنيه من أصل 500 مليون جنيه. ده الجهة الأولى اللي بيتعامل معها المواطن أو منفذ التموين. في جهة أخرى اللي هي المجمعات الاستهلاكية. المجمعات الاستهلاكية، قبل المجمعات الاستهلاكية بعد إذنك يا أستاذ أحمد، كل التموين بكل بنوده اتصرف؟ اي فندم بكل يعني السلع، لكن في مبلغ ما كانش فيه، لا اقصد ما كانش فيه ازمه لا في الرز ولا في السكر مثلا ولا في الزيت ولا في العناصر الاساسيه في الاونه الاخيره. لو حضرتك تفتكر، لا بتكلم على الشهر في التموين الوقت في الوقت الحالي ما عندناش اي اختناقات في اي سلع، وخاصه السلع الاستراتيجيه وبالاسعار اللي في متناول الجميع. احنا بنطرح السكر في المجمعات وفي منافذ التموين ب 5 جنيه في ظل ان اسعار السكر العالميه ارتفعت 40%. العالمية ارتفعت 40%. فبالتالي الوزارة التدابير اللي اتخذتها زي ما عادت إحياء دور لجنة تداول السكر، وفيها ممثلين من القطاع الخاص والقطاع العام، وبالتالي فيها المصدرين والمستوردين. فاللجنة دي برئاسة معالي الوزير تجتمع أكتر من مرة الفترة اللي فاتت، وبالتالي حافظنا على سعر استقرار سعر السكر في السوق 5 جنيه. استقرار سعر يعني السكر من قيمة قد إيه؟ ده بقاله فترة طويلة. يعني سعر السكر ما ارتفعش. لو حضرتك في 2011 أو 2012 هتلاقي سعر السكر كان مرتفع. أي. فده من ضمن التدابير الوقائية اللي اتخذتها الوزارة. تمام. سعر الرز كان في أزمة في الفترة اللي فاتت، ولكن الحمد لله قدرنا ان احنا نطرح في مجمعات التموين وفي البقالين. الفترة اللي فاتت دي اللي هي من لغاية اسبوعين فاتوا؟ لا يعني ممكن اقول لحضرتك من الشهر اللي فات او اللي قبليه كان في دايما كلام عن ان الرز فيه ازمه. الحمد لله الوزاره قدرت بمجموعه من التحركات اللي هي توفر الرز بسعر ايضا مناسب 4.5 للمستهلك النهائي. ده في التموين. في التموين وبيصرف في النقاط وفي ايضا في صرف التموين. فده شق خاص بمنافذ التموين. عندنا المجمعات الاستهلاكيه ما زالت محافظه على الاسعار بتاعتها، اللي هي بتبقى اسعار السلع فيها مش مدعمه ولكن مخفضه. قول لي اسعار كده لبعض السلع لو اللي حضرتك فكرة. بص حضرتك عندنا زي ما قلت السكر 5 جنيه، الرز 4.5، ازازه الزيت بتبدا في المجمعات الاستهلاكيه. يعني انا لما اروح المجمع الاستهلاكي هتلاقي الاسعار اللي بقول لحضرتك، الاقي ان الرز ب 4 جنيه ونص. تمام يا فندم. هلاقيه ولا مش هلاقيه؟ هتلاقيه.
ليه من اسبوعين او من اسبوع تقريبا كان في شكوى انه حتى المجمعات ما فيهاش رز. احنا عندنا 1200 مجمع استهلاكي في 27 محافظه. اكيد مش كل المحافظات وكل المجمعات بيبقى فيها الرز متوافر 24 ساعه. هو الطبيعي او المفترض ان هو لازم يبقى موجود، لكن قد يكون المواطن ذهب ان هو يشتري حاجته او يشتري او يصرف التموين، ففي اللحظه اللي هو موجود فيها قد يكون المعروض من البضاعه ناقص، وبالتالي احنا بيجينا على طول الوقت. مجمعات استهلاكيه فندم تبيع للمواطن فقط لافراد؟ هي بتبيع لكل المواطنين سواء كانوا حاملين. ملهاش حد اقصى؟ لا يا فندم، المواطن يخش المجمع الاستهلاكي ياخد اللي هو عايزه. ما هو ده اللي بيحصل بقى من التجار. ما هو برضه حضرتك انه بيدخل المجمع الاستهلاكي يقول له اديني كل اللي عندك من الرز. هو برضه لا يعني ده انا حد حكى لي الواقعه دي اول امبارح او امبارح. ايوه، ومش بس في المجمعات، فخد منه كل الرز اللي موجود قال له ادهوني باي سعر. ما هو حضرتك ده مش خد بس منه كل الرز اللي موجود في المجمع. ده لما بيترصد ده اكيد تاجر، ده مش مواطن. احنا عندنا مباحث التموين الفتره الاخيره لو تلاحظي حضرتك مع ازمه الرز ابتدت تقنن الامر ده في منافذ القطاع الخاص والقطاع العام، ان كل مواطن لما هياخد احتياجاته اليوميه مش هتزيد عن 5 كيلو، وبالتالي يعني مدير المجمع او المسؤول عن البيع لما بيلاقي المواطن داخل بشكل متواتر وبياخد كميات كبيره اكيد دي مش لاغراض الاستهلاك المنزلي، فبالتالي بيبقى في وقفه، ولما بيتم رصد الامر ده بيتم على طول التحقق منه ومعالجته فورا. وليه ما نعملهاش العكس؟ يعني ليه بندي فرصه لضعاف النفوس او للفساد؟ انا الاقتراح ده ما اعرفش حضرتك توصله لمين، يعني ليه ما يكونش فيه حد اقصى؟ ما هو حضرتك بتقول الطبيعي ان الواحد ما ياخدش في اليوم اكتر من 5 كيلو او 3 كيلو او 4 كيلو. لو انت عملته 10 فرضا، انما انه حد يدخل يقول له اديني كل كميه الرز اللي عندك، وحضرتك هنا بتقول المفروض انه يتبلغ عنه، بلاش الحته دي نعتمد عليها قوي. حاجة تانية برضو عايز أقول لحضرتك عليها، المواطن لما بيحس إن السلعة فيها نقص في المعروض فبيبقى شعوره إن هو بيتجه إن هو ياخد كل مش هياخد كل اللي موجود، مش هياخد كل اللي موجود سواء كان هو محتاج ده أو مش محتاج ده. مش هياخد كل اللي موجود، ياخد كمية محددة، لكن مش هياخد كل اللي موجود. لما وفرنا المنتج فبالتالي ده عمل أريحية في السوق، وبالتالي الأسعار استقرت، خاصة إن إحنا الشهر القادم إن شاء الله موسم الحصاد بتاع الرز هيبدأ. والوزارة عشان برضو فطنت لذلك مبكرا فتعاقدت من دلوقتي ان هي بتستهدف تاخد 2 مليون طن شعير في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبالتالي يبقى انا عندي كده